أجرى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير ديوان الرئاسة اتصالا هاتفيا اليوم مع فخامة شوكة ميردياييف، فهنأه خلاله بإعادة انتخابه رئيسا لجمهورية أوزبكستان. ونقل سموه خلال الاتصال التهاني صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، لفخامة شوكة ميردياييف وتمنيات سموهما لجمهورية أوزبكستان وشعبها الصديق مزيدا من الخير والتقدم والازدهار. وعرب سموها عن تمنياته للرئيس شوكة ميردياييف بالتوفيق والسداد والنجاح في قيادة جمهورية أوزبكستان نحو مزيد من التطور والاستقرار. جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أوزبكستان وسبل تمنيتها في شتى المجالات والقطاعات بما يحقق المصالح المشتركة للدولتين والشعبين الصديقين، إلى جانب استعراض عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.